السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الدرس سوف نقوم بذكر أفضل يعني تيبس وتريكس في بلندر بتسهل عملية الموديلنج. من أهم وأول تيبس هنتكلم عنها النهاردة هو موضوع الوار فريم كولورنج. الميزة ديت طبعا مفيدة جدا في إنشاء أي موديل معقد. في وسط شديد احنا في الوار فريم طبعا مفيدة في الريجنج، فبنختار راندوم بدل من سنجل. سنجل هيظهر لي كل الوير فريم بهذا الشكل. طبعا راندوم افضل، وطبعا ممكن تكون موجوده في ال سوليد. ثانيا النقطه الثانيه انا هتخيل ان عندي بلين كالتالي. البلين ده وليكن ان عندي الجزء ده كده ما فيهوش اي فيسز، او الجزء ده ما فيهوش فيسز، فانا بذهب الى الريفرنسز في الادونز. في ادون شهيرة اسمها F2 بفعلها بحيث انا اخترت الايدج ديت والماوس هنا، بضغط اف فبيملأ لي الفيسز كالتالي، او اخترت الفيرتكس ديت فبضغط اف فبيملأ لي كالتالي. او انا هنا كده في الايدج ديت بضغط اف والماوس بيكون هنا في هذا الاتجاه ف بيملى لي الفيسز كتير. دي كانت تاني ادون مع النهاردة. انا بتخيل ان انا في ال ان عندي التايم لاين ها هنا، وليكن ان عايز الان يكون في الـ20 فبضغط كنترول هوم هيكون دي بدايتي. الاند تكون وليكن عند 180، بحرك وليكن هنا عند 180 وضغط كنترول اند فبيكون الستارت والاند عندي من 20 ل 180. هذه الخاصيه موجوده فقط لما الماوس يكون في التايم لاين. انا الماوس بره التايم لاين الخاصيه ديت لن تعمل. ببساطه شديده انا عندي بلين، البلين ده 4، انا عايز احوله من 4 ل 2، فايه اللي هيحصل؟ اذا عندي 4 فيز عايز احولهم لاتنين. فاولا اختار الاتنين دولت اكسترود مرة في الاكس، ثم اختاره مرة اخرى اكسترود مرة في الاكس. الاتنين دولت هيبقى سكيل في الواي. فيل أصبح عندنا كان هنا 4 فيسز، أصبح عندنا هنا 2 فيسز. ده كان عبارة عن درس اليوم. أتمنى يكون هذا درس مفيد، وإلى اللقاء في درس قادم.